بعد توقف دام لمدة 20 يوما من دخول المساعدات من معبري رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم، تحركت الدفعة الأولى من المساعدات من أمام بوابة رفح المصرية متوجهة إلى معبر كرب أبو سالم. ومن المتوقع أن يدخل اليوم نحو 200 شاحنة إغاثية حسب الاتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 4 شاحنات من الوقود. وللمزيد ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة وننقل لكم الصورة لدخول الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة بعد توقف دام لعشرين يوما منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني ومنع دخول المساعدات من معبر رفح الفلسطيني وأيضا من معبر كرم أبو سالم. بالطبع اليوم يعني المتفق عليه بين مصر والأمم المتحدة هي 200 شاحنة ليدخلوا عبر بوابة معبر رفح ليتحركوا إلى معبر كرم أبو سالم، 200 شاحنة من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية، من مستلزمات طبية، من خيام، من مستلزمات معيشية بشكل عام، بالإضافة لذلك 4 شاحنات للوقود. هذه الشاحنات هي تعتبر يعني من الأشياء الأساسية الآن في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية، خصوصا بعد توقف عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بسبب نقص السولار والمواد البترولية. دخل 4 شاحنات من السولار اليوم، وبالإضافة لذلك أن هذه الشاحنات تتحرك من معبر رفح المصري وتتوجه إلى معبر كرم أبو سالم وتتسلمها الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا ليتم توزيع هذه المساعدات على الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن يعني توقف لسيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار الدخول إلى الناحية الأخرى يعني لأخذ المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، إلا أن هذه السيارات ما زالت متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية. يأتي هذا بالطبع بعد الضغوطات المصرية المختلفة على الجانب الآخر وعلى قوات الاحتلال من أجل إنفاذ هذه المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من مدينتي العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.